واحد بس من حق اي مواطن يرشح نفسه يا استاذ الفاضل. انت نفسك من حقك ترشح نفسك. من حقي ما نفسكش يا اخي ترشح نفسك للانتخابات الرئاسيه؟ لا مش من حقي، مش من حقي ارشح نفسي، لان انا شايف ان انا مؤهلي واخد بالك، وشخصيتي لا تحتمل ان انا اكون رئيس جمهوريه. انا اخي راجل عصبي، لو واحد مثلا شتمني ما انا بقول لك، هو لو واحد شتمني في الجورنال هحرك الكوات لا تتقدم. لكن دي عايزه واحد كوات كتير. انت ما انا رئيس جمهوريه. شفتك داخل محكمه عمرو معاك مش اقل مثلا من 100 بلطجي. عمري ما مشيت مع بلطجي. امال دول ايه دولت؟ لا 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 بص يا عمرو، طب بتسميهم ايه؟ هات لي محكمه بعيش فيها محامي، محامي في مكتبي. دول كلهم محامين؟ اه لكن انا بس يعني لهم مؤهلات خاصه؟ يعني هو المحامين يعني كلهم كده ما شاء الله؟ شوف ده مش خريج حقوق، ده خريج. لا لا بص يا استاذ عمرو، هو لازم المحامي اللي يكون معايا يكون عنده يعني مريض بمرض مثلا ومش لاقي ياكل وعامل كده. يعني في معايير عندك للمحامين لازم؟ لا هو حظر وزن ودلاع يعني لازم قطر يعني انا لازم اروح مستشفى لازم اروح مستشفى الاقي محامين مرضى عشان الناس تبصر. لا ما هو اصل المحامي بدماغه يعني بالظبط كده بالظبط كده. لكن ارجع بتقول لي بقى القوات اللي عندك، قلت لك مش انت عايزني ابقى رئيس جمهوريه؟ قوات أيه. خلاص فانا راجل عصبي ما ينفعش ابقى رئيس جمهوريه. تخيل انا بتخيلك رئيس جمهوريه والله العظيم. انا بقول لك هديك سبع اسماء، هديك سبع اسماء تختار منها وتقول لي اذا افترضنا يعني واحنا بنتكلم في افتراضات كلها نزل الدكتور محمد البرادعي، نزل الدكتور احمد زويل، نزل السيد عمرو موسى، نزل السيد حمدين صباحي، نزل السيد سامح عاشور حبيبك، نزل الاستاذ جمال مبارك، نزل الدكتور محمد او السيد محمد مهدي عاكف امين جماعه الاخوان المسلمين، تختار مين؟ اختار محمد مهدي عاكس. يا سلام. طبعا انت قلت اولا اسمين محترمين جدا. الاولانيين دول علماء. لا الدكتور احمد زويل مش كل عالم يستطيع ان يكون رئيس الجمهوريه. هتختار مين؟ ثانية واحده، كان بيجي احنا مش عايزين نقعد نحلل كل واحد. انا بقول لك انت هتختار مين؟ مرتضى منصور يختار من رئيسا للجمهوريه في الخبره دول كلها؟ اختار جمال مبارك. تمام، في الخبرة اللي انت الاسماء اللي انت رحتها دي كلها. تمام، يبقى انت كده جبت لي الاجابة اللي انا عايزها منك.